إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث القمة المرتقبة في الدورة 10 بين فريقي الفتح الرياضي الرباطي وفريق اتحاد أتوارقة الرياضي، قمة مقدمة الترتيب. أكيد الفائز في هذه المقابلة ثلاث نقاط ستكون مهمة، خصوصا أن الفائز في هذه المقابلة غادي يحتل المركز الثاني مؤقتا قبل الإجراء المقابلة اللي غادي يتم بين الوداد الرياضي وشباب المحمدية في مدينة الدار البيضاء. في هذا أثناء دخول لاعبي فريق الفتح الرباطي لملعب الأمير مولاي عبد الله، كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، لحظة وصول فريق الفتح الرباطي. مقابلة أكيد عندها أهمية خصوصا على مستوى مقدمة الترتيب، بعد ما الآن صار فريق الجيش الملكي صاحب المركز الأول، يليه فريق الوداد الرياضي ثم فريق اتحاد تورقة ظاهرة هذه السنة ثم فريق الفتح الرباطي. فأكيد فريق الجيش الملكي كيحتل المرتبة الأولى برصيد 21 نقطة، الوداد الرياضي 19 نقطة المركز الثاني، فريق اتحاد تورقة يحتل المرتبة الثالثة برصيد 18 نقطة، فيما فريق الفتح الرباطي كيحتل المرتبة الرابعة برصيد 17 نقطة. يعني أهمية هذه المباراة تتخلي أن الفريق الفائز أنه يحتل مؤقتا المرتبة الثانية في انتظار المقابلة كما قلنا اللي غادي يحتضنها مركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، واللي غادي يجمع بين فريقي الوداد الرياضي بطل الموسم الماضي وفريق شباب المحمدية. فأكيد أن الإطارين الوطنيين كل من جمال السلامي وطارق سكيتوي واعيين بأهمية هذه المباراة، خصوصا أنها مقابلة ديربي، يعني ديربي كما كنقولوا شحال هذه ما تلعب بين فريقين محترمين، فريقين عندهم من الامكانيات انهم يمشوا بعيد في هذه البطوله، خصوصا فريق الفتح الرباطي الان ولا كما كنقولوا تمرس في البطوله الاحترافيه، كذلك من بين الفرق الفائزين بلقب البطوله الاحترافيه فريق الفتح الرباطي. ف فريق كما كنقولوا محترف، فريق كما كنقولوا ما عمرنا سمعنا عنده مشاكل، فكنتمناو ان من باقي الفرق الوطنيه انها تاخذ فريق الفتح الرباطي كمثال من اجل الخروج من هذه الازمه. ما بقيناش بغينا نسمعوا، يعني كل سنه الفرق المغربيه كتعاني من الليتيج، ما كتخلص اللعابه. كما كتشوف معنا وصول لاعبي فريق الفتح الرباطي الى ملعب وإلى مركب الأمير مولاي الحسن معقل فريق الفتح الرباطي. فريق الفتح الرباطي محظوظ كذلك أن عنده ملعب جميل بهذا الشكل، كنتمنى فقط حدوث بعض التغييرات على مستوى مدرجات الملعب، لما لا نشوفوا هذا الملعب هذا كيتسع الطاقة الشعبية ديالو تكون اكثر من هذه الطاقه اللي كنشوفوها في كل المباريات. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، قراءه بسيطه على هذه المباراه، فاكيد ان الفائز فيها غادي يحتل المرتبه الثانيه مؤقتا
في انتظار اكتمال باقي الدورات. مقابله جميله غادي تجمع بين جوج فرق عندهم مستوى كبير، فاد اثناء كذلك وصول لاعبي فريق اتحاد تورقة. اكيد لاعبين تحت ورقة، كما كنظنوا ان حكام المقابلة وصول في هذه اللحظات للاعبي فريق اتحاد تورقة الى المركب الرياضي مولاي الحسن قبل انطلاق المقابله القويه اللي غادي تجمعهم في ديربي العاصمه الرباط بينهم وبين فريق الفتح الرباطي. فريق اتحاد تورقة يصل هذه اللحظات الى المركب الرياضي مولاي حسن قبل مواجهة فريق الفتح الرباطي برسم قمة الجولة الثانية الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي. أكيد أن أبناء الإطار الوطني عبد الهادي أسكتيوي واعيين بالمسؤولية على العاتق ديالهم، خصوصا على مستوى التهديفي، ففريق اتحاد تورقة كيتعد من بين الفرق يعني أكثر تسجيل. فنذكركم مشاهدي قناة شوف تيفي بأرقام الفريقين، ففريق اتحاد تورقة كيحتل المرتبة الثالثة ب 17 نقطة، فيما فريق الفتح الرباطي كيحتل المرتبة الرابعة ب 16 نقطة. فريق اتحاد تورقة لعب 9 المباريات، فاز في 5 تعادل 2 ثم انهزم في مباراتين عنده زائد 4، فيما فريق الفتح الرباطي لعب 9 المباريات فاز ب 4 تعادل 2 في مقابل هزيمة واحدة. فريق الفتح الرباطي كيشرف عليه الإطار الوطني جمال السلامي، فيما فريق اتحاد تورقة أكيد كيشرف عليه المدرب طارق السكيتيوي. إذا مشاهدي قناة شفتي إلينا وصلنا نهاية البث المباشر، على أمل أن نراكم في بث مباشر آخر، وشكرا.